يعطيك ألف عافية. لما نحكي عن الأنظمة الموجودة في الدفع الرباعي أو الأول ويل درايف أو الفور ويل درايف، طبعا بالنسبة للسيارات طبعا دائما بيكون في نظام الترانسميشن اللي هو الموجود هون، بعد ذلك بيكون فيه ترانسفير كيس. هاي ترانسفير كيس اللي هي بتنقل الحركة من نظام الجير للجزء الخلفي عن طريق إشي بسموه دراي شافت. طبعا هذا الدراي شافت منتهي برضو كمان ترانسفير كيس كهربائية، هاي بتحكم فيها نظام الـ ABS طبعا. وهون الجزء الميكانيك من الترانسفير كيس، طبعا دائما الترانسفير كيس الأمامي والخلفي بأخذ زيت عياره تقريبا بكون من 75 ل 130 عيار فيسكوسيتي. طبعا برضو كمان بتحتوي على أكسات خلفية، هاي الأكسات الخلفية. بالنسبة للأكسات الخلفية دائما ما بكون عليها هاللود العالي. ليش؟ لأنه ما في هالوزن كذا، واستخداما بكون عبارة عن أن درايف. طبعا اللي بصير في هاي السيارات أكثر الأعطال الشائعة فيها إنه أما الترانسفير كيس هذا بصير فيه تلف بسبب إنه بنقص الزيت فيه، أو الجزء الأمامي نفس الموضوع. هذا الجزء الأمامي كل الزيت فيه بنزل، أو هذا دراي شافت مع الوقت بيفتل بصير فيه عليه مشاكل. طبعا دائما إذا صار في عندك رجة غير متوقعة في السيارة أو على سرعات معينة كان عندك فور ويل درايف، نعرف إنه لازم تشيك على هذا دراي شافت. طبعا هاي السيارة فيها افتار في دراي شافت. راح نشوف الوضع.